السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم عصير ديال الفواكه الجافة. نبداو بسم الله على بركة الله. عندنا تمر مقطع طريفات من بعد ما غسلناه وقطعناه طريفات صغار، عندنا الزبيب، عندنا مشمش يابس حتى هو من بعد ما غسلناه وقطعناه طريفات صغار، عندنا البرقوق من بعد هو حيدنا له العظم وغسلناه وقطعناه طريفات، وعندنا اللوز والقرقال، وعندنا السكر سنيدة اللي بغى يزيدو اللي ما بغاش ما كيلاش، نكتفيو غير بالحلاوة ديال الفواكه اللي عندنا الجافة، وعندنا الحليب. دابا غادي نبداو بسم الله على بركة الله. غادي نديرو الزبيب، غادي نديرو البرقوق. البنات هذا العصير هذا الصراحة يعني فيه بزاف ديال لي فيتامين، فوائد كثيرة فيه. كنديرو داك التمر، عندنا ديك مكسرات اللوز والقرقاع، دابا غادي نزيدو الحليب. بسم الله، السكر انا ما زدتوش، ولكن على حساب كل واحد واللي بغى يعني العصير يكون حلو بزاف يزيد السكر سنيده، اللي ما بغاش يكتفي غير بالحلاوه اللي في الفواكه الجافه. دابا غادي ندوزو باش نطحنوه. من بعد ما طحنا العصير ديالنا، دابا غادي ندوزو للعصير الاخر ديال الجزر والتفاح. دابا غادي ندوزو نوجدو العصير ديال الجزر والتفاح والحامض وعصير البرتقال. نبداو، غادي نديرو ديك الحامضه اللي نقينا وحيدنا لها العظام ديالها، غادي نديرو الجزر من بعد ما غسلناه نقيناه وقطعناه طريفات صغار، راه ما طيبناهش راه خضر. وعندنا جوج تفاحات نقيناهم وقطعناهم طريفات صغار، ودابا غادي نزيدو العصير ديال البرتقال. بسم الله، انا كنكتفي غير بالحلاوه اللي كاينه في الفواكه، ما كنزيدش السكر سنيده لحقاش، غير الحلاوه اللي كتكون في ديك الفواكه راها كافيه. دابا غادي ندوزو نطحنوه. بالنسبه للبنات اللي بغا القرفه يزيد شويه، انا كي الاولاد ما كيبغوا لياش القرفه ما درتهاش. دابا غادي نطحنو. المهم بقاو معايا حتى نشوفوا الشكل النهائي. العصير ديالنا هو وجد، كيجي على هذا الشكل هذا. نتمنى تجربوه وينال اعجابكم، راه مفيد جدا. نعطيوه لوليداتنا ولا نقدموه في الفطور في السحور، مفيد جدا، ونتمنى يعجبكم وبالصحه والراحه. الى المره القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.